من فوائد الحديث أيضا أن ما غلب الإنسان من المحظورات فلا أثر له. كل المحظورات إذا كانت بالغلبة فليس عليك شيء. نعم، مثاله في الصلاة، رجل تكلم بالغلبة، تكلم بالغلبة، غلبه الكلام حتى تكلم، مثل سقط على الشيء، سقط على الشيء وقال أحش، هذا غصب عليه ولا لا؟ كلمة أح مثل إغماض العين إذا أقبل عليها شيء، الآن عينك إذا أقبل على شيء تغمض غير اختيارك، هكذا أيضا مثل هذه الكلمة. كذلك أيضا الظاهر أن الموسوس من هذا النوع، لأن فيه ناس صلى الله عليه وسلم موسوسون يغلبهم الكلام، تكلم غصبا عليه، الظاهر أن هذا من هذا النوع. ويدل لهذا قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.